في البداية تحية لشرفاء الشعب السوداني، تحية لمناضلي الشعب السوداني لأيام الثورة، والترحم على شهداء الثورة المجيدة، والترحم على شهداء النضال الثوري إلى أنصاد النظام. زيارة عبد الله حمدوك هي واحدة من الزيارات التي تعتبر هي انفتاح للعالم في الظروف التي تمت في الفترة الأخيرة، وعلى ما أعتقد إنه الزيارة هي كانت في توقيت القيام بالنهضة مشروع الجزيرة، هي واحدة من أهم الزيارات للدول المملكة العربية السعودية في النهضة الزراعية للمشروع. والله هي انعكاسات المملكة على السودان في مسألة إيجابية طيلة عهدنا بها. يعني في الزيارة دي تحديدا ممكن تتعكس عليها في مسألة الانتاج، وتحديد الانتاج او زيادة الانتاج في المسألة الزراعية تحديدا. يعني ده من الجانب الاقتصادي. يعني الجانب السياسي هي ممكن يكون في العلاقات المشتركة بين دول الجوار، ما تحدده كل المسائل السياسية الموجودة داخل الوضع السياسي الراهن. يعني